بدل ما تجيب فيلم الارهاب والكباب وتجيب المواطن بيشتكي، خلى البلد خصم. خلى البلد ايه؟ ما خلاش السلبية خصم. انت المفروض تخلي السلبية خصم. المواطن اللي ما بيشتغلش هو اللي خصم، لكن البلد مش خصم. لما حاولتها خصم في 2011 هدوها، خلوها ايه؟ هدوها، ولولا فضل الله علينا وكرمه لكانت البلد دي زي كل البلد اللي انتوا شايفينها، ما قامتش تاني ولا ترجع تاني. خلاص اللي يروح يروح ما يرجعش، لكن هو افاض علينا. طب بعد ما افاض علينا هنفضل زي ما احنا كده؟ هقابل الناس في الشارع تقول لي انا زعلانة منك. طب ليه يا ست؟ تقول لي انا عندي 6 عيال. اقول لها طب اعمل ايه؟ والله انا بتكلم بجد وحياة ربي، بس هم ساعات ما يجيبوش الحاجات دي في التلفزيون عشان ما حدش يظهر يعني. فقلت لها طب انا عندي 100 مليون اعمل ايه؟ انت عندك 6 مش قادره، وانا عندي 100، احنا 100. وبقول ده لكل اللي موجودين معانا واللي بيسمعونا من الدول اللي بتقول لنا انتوا ليه ما بتدوش حقوق للناس؟ حقوق ايه؟ انا مش هاكل، انا مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. روحوا المرج والمطريه والخصوص، خشوا وشوفوا لما بمشي في الشوارع بلاقي ايه. هي دي بلادنا، دي بلادنا اللي في رقبتنا، يا كل اللي مسؤولين معايا، يا اللي في الجامعه، يا اللي في الاعلام، يا اللي في الصحه، يا اللي في التعليم، يا اللي في الجامع، يا اللي في الكنيسه. انزلوا شوفوا البلد عامله ازاي وبصوا بعين حقيقيه. انزلوا كده المرج والمطريه، انا عشان افتح شارع بشيل بالالف عماره او الف بيت شارع عشان الناس تمشي، عشان الناس تمشي في حتت ما بيتمشيش فيها. ايه ده بقى انت جاي تعمل ايه؟ جاي يعني ايه حكايتك النهارده بقى؟ مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا والله، لا والله، انا بقول لكم كده عشان البلد دي بلدنا كلنا، مش بتاعتنا احنا بس. وانا كنت دايما اقول ايه؟ الامن القومي، الامن القومي، الامن القومي، واتكلم ان موسى كان يقول امن قومي، اقول الرعايه الصحيه امن قومي، التعليم. الله، طب ما انا لما جيت دخلت في التعليم بجد وعشان نصلحه، الدكتور طارق شوقي ده خد على دماغه لما مات، خد على دماغه لما مات. انتوا عايزين تعليم ولا مش عايزين؟ هو احنا القعده دي يا دكتوره اللي انا دايما بقول كده، لقاءاتنا دي هي لقاءات الهدف منها توعية حقيقية لواقعنا، وإن إحنا ما نتكسفش إن إحنا نتكلم. أنتوا قلتوا كلام مترتب هيفهموا ناس كتير، وفي ناس كتير محتاجة أكتر من كده عشان يوصل لها.